أنتم تجلسون الآن بجانب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأنتم تعرفون أن جمعا كبيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دفنوا في هذه الأرض المقدسة وبجانبكم مباشرة قبر الصحابي عبادة بن الصامت والصحابي الجليل شداد بن أوس وهؤلاء ذريتهما موجودة إلى الآن في الأرض المقدسة وبجانبهم جمع كبير من علماء الإسلام على امتداد 1400 سنة من التاريخ الهجري كثيرا من المفتين والعلماء وكبار العلماء في العالم الإسلامي وليس في بيت المقدس أو في فلسطين فهنيئا لكم في هذه الجلسة التي أنتم تحسدون عليها ليس هناك شيء في الجنة موجود في الحياة الدنيا إلا هذه الحلقة التي أنتم تجلسون فيها بإذن الله وأنتم في الأرض التي جاء إليها أبونا آدم عليه السلام وجاء إليها جميع الأنبياء من نوح الذي بدأت ذريته الثانية وكذلك إلى موسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب وجميع الأنبياء جاءوا إلى هذه الأرض المقدسة لماذا؟ لأن الله تعالى باركها فقد قال أهل العلم إن مكة مباركة بنفسها وبيت المقدس مباركة بما حولها لأكثر من 60 ميل تقريبا حول هذه الأرض المقدسة ولو لم يكن شرفا وعزا وفخرا لأهل بيت المقدس إلا قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده لكفانا شرفا وكذلك في قوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فأنتم الآن في أرض البركة وأرض الضياء وأرض النور وأرض المحبة والسرور التي يضاعف فيها الأجر والثواب من الله تعالى